أما في جدة الأهلي أطرب عشاقه بشكل كبير الليلة. الأهلي أيضا ضرب بقوة وقفز للمنافسة على الصدارة بخماسية كانت هذه المرة في شباك الأنصار. نتابع الأهداف ثم نعود. كاماتشو البرازيلي يلعب كرة، محاولة من جديد الأهلي مصلحة الأهلي في الجانب الأيسر، يلعب عرضية يا نار يا حبيبي نار. الاهلي الليله مولع نار، نار يا حبيبي نار. الاهلي الليله مولع نار. ثلاثة خطوط حمراء على كل معدل بالنسبة للأنصار، ولكن بعد هذه الكرة، كرة لتيسير الجاسم، محاولة مرور، يا سلام، عملية مهارة عالية. الله، مش معقول، مش معقول، مش معقول يا حسني. هذه كرة بلاي ستيشن، هذا حطوه باليوتيوب. لأنه لماذا لا يأخذ أحد اللاعبين بطاقة صفراء في خلال هذه المباريات؟ هناك مباريات قادمة أقوى. هذه كرة قوية، عماد الحسني، عبده يترك مرمى، كرة ملعوبة، جول. يا أسود يا أسود يا أسود يا أسود، جول. نيوتن اخترع قانون الجاذبية. أنت أيها الساحر العمدة، أنت من اخترع سر حب وعشق الجماهير للكرة العمانية. ثنائي خط المقدمة الأهلاوي فقط في منطقة الأنصار. الله الله على كرة عبد الرحمن أنس، كرة روعة روعة روعة، فيها هدف أروع منه ما فيه. على طريقة الكبار، على طريقة الكبار. لاحظ معاي، لاحظ معاي، لاحظ معاي، وين المساليم؟ وينه؟ كرة ملعوبة، كامل المر، يحاول يلحق الكرة، يلعب كرة عرضية بعيدة للقائم البعيد، أحمد درويش يمر، وركلة جزاء. خطأ من الأخطاء العشرة، وركلة جزاء أهلاوية. فيكتور السفاح البرازيلي يتأهب، يسجل. جول للأسود. وهنا كاماتشو يمشي كالعادة من الجهة اليسار، يلعب كرة عرضية. جول 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 جول.